قرية 48 مسكن على مشارف بلدية الرميلة هي المحطة الثانية للقافلة الخيرية التضامنية بعد أن حطت رحالها صباح اليوم من أجل تقديم فحوصات مجانية مختلفة لفائدة سكان الحي تزامن مع أزمة وباء كورونا من جهة والحجر الجزئي المضروب على أهل المدينة، حيث عكف شباب من أبناء قيس بالتنسيق مع محسنين وأطباء خواص وآخرون عموميين على تنظيم هذه القافلة لتجوب مناطق الظل عبر بلدية الولاية المنتدبة قيس بخنشلة. بعد النقطة الأولى في كتيبة، الآن نحن في منطقة حي 48 مسكن، هي قافلة تضامنية خيرية دينية ثقافية. القافلة الصحية فيها أنشطة فحوصات طبية عامة وكذا طب النساء وكذا فحوصات طبية متخصصة. هي اليوم تحط رحالها ببلدية الرميلة وبالضبط حي 48 مسكن. الهدف من هذه القافلة هو فعل خيري محض بالدرجة الأولى وعمل صحي. نشكر يعني كل من ساهم من بعيد ومن قريب على هذا العمل التضامني والخيري. انا بريزونتي اون سورتي avec l'association. J'ai répondu à cet appel. J'ai pratiqué des consultations aux élèves et je leur présente des fiches d'orientation selon les cas trouvés. القرية من جهتهم قدموا تشكراتهم للقائمين على هذه المبادرة التي جاءت حسبهم في وقتها على أن تتواصل مثل هكذا مبادرات. اليوم جاتنا لجنة طبية لحي 48 مسكن، عطاونا جوائز للأطفال، شكروا على هذا العمل. بهذه المناسبة نشكروا الناس اللي كانت سهرة على القافلة هذه واللي راهي زارت المواطنين وقاست تقريب كل الشرائح. هذا ويتواصل عمل القافلة الخيرية نحو مناطق الظل على أن تحط رحالها صباح الغد بقرية بير مرجان ببلدية قيس لنفس الغرضين.